ولدك؟ أنت وعائلتك وأخوك شو عمل معكم؟ شو عم بتساوي؟ عملت شي مع أخي كمان؟ رو شو عم تعمل يا ابني؟ بعدي عني يا أنا مليت منها ومن عائلتها ومن أخوها لهالحقيرة. كمان لا بكفي، لا تعاقبه لابنك لأنه أمه هلأ غلطت معك. لا تنسي معروفي هاد معك وتذكري منيح يلي عملته. قومي لشوف الولد بياخد برد. آسيا، هالبيبي الموجود ببطنك من حقه يعيش بسعادة وما بيعطيها إلا أنت وبس. إذا أنا طلبت منك تعملي لي شغلة بتطلعيها من روحي لتصير، وهلأ شو؟ أمك ما سقيتي فيها. شو؟ أعوذ بالله من هالحكي. جامعت شو يا بنت؟ ما دام رح تروحي تدرسي كنتي ضلي قاعدة عند أهلك. صرتي مرة متجوزة، فوه لازم تخجلي وتستحي. شو هدول؟ شو هدول؟ دفاتره للعلم؟ لا لا استني، شو بدك فيهم؟ على الجامعة. من وين جبتيهم؟ ما قلت لك أنا مصمدة. شو هالحكي هاد؟ والله سمعة. ولك أنت عم تكذبي علي وليه؟ شبك نسيت إني حامل؟ فهمني هلا شو اللي جابك لهون؟ وين هالرجال؟ ها؟ بتفوتوا غرابة على بيتكم؟ مو خجلانين من هالعملة؟ ها؟ عم قلك نيلة من هون بدي احكي لك الشرطة. نيلة بعدي. يلا روح نيلة يلا. وينه الزلمة؟ هذا رح يضل راكد وراي، أنا رح طق. خلص ما في شيء. آسيا أختي أنا معك، قلت لك هالحكي من قبل وكمان برجع بقول لك طلق. أنا بربي ابنك ما تاكلي هم، ما بخليكم تحتاجوا حدا، ما بدي اياكي تشوفي الظلم معه. مالك مجبورة تعيشي لآخر عمرك مع شخص ما بتحبيه. بالنهاية كل الناس ممكن تغلط، بس مو مضطرين يدفعوا الثمن لآخر عمره. أنت كمان مو مجبورة تدفعي ثمن اختيار غلط. أمي بدي روح. رايحة هلأ تشوفي العاصم ما هيك؟ إيه رايحة، بس أنت متأكدة؟ فكري بالموضوع. روحي بنتي يلا وخلصي هالموضوع على خير. ميرفت استني بدي اطلع شم شوية هوا. خير آسيا وين رايحة؟ ما بطول يا أمي، بدي اشوف أخي ونروح على المحامي أنا وياه. محامي شو بقى؟ شو ناوية تساوي؟ ما أنا قررت خلص أمي، بدي أنا طلقه لكمال. آسيا بنتي فكري شوي، فكري بالولد اللي ببطنك لساته، مين بده يربيه لهالولد؟ محلولة أمي، بربيه أنا ومانو محتاج لهيك أب. يلا ميرفت. دخيلك يا ربي، شو عم بيصير بولادي بهالوقت يا الله؟ أهلا وسهلا فايزة خانم. شلون الشغل اليوم؟ ألما بدي أعطيكي هالكرت، ممكن تتصلي وتحددي لي موعد بهالمطعم اليوم وعلى الساعة 2 حبيبتي؟ تكرم يا خانم، كم شخص أنتو؟ 10 أشخاص. حاضر خانم. عندي اجتماع مهم للنادي هنيك، في ضيوف مهمين كتير، قولي لهم خلي كل شيء هنيك يتحضر. إيه؟ وأحسن شيء قدموه، فهمتي؟ فهمت يا خانم. أهلا وسهلا فايزة خانم. أنت ليش بالشركة هون؟ ما أنا سكرتيرة هون. اسمعي، ناريمان وعيلتك كلياتها وفايز هداك، ما بدي حدا منكم أنه يقرب على شركتنا ولا يتعامل معنا بنوب. الشركة وضعها مو منيح وأنتوا عم تستغلوا الموضوع لمصلحتكم؟ بيكفي. اسمعي فايزة خانم، بس أنا عم بعمل واجبي بالشغل عندكم. انت وعيلتك ما عندكم غير شغلة واحدة واللي هي اللف والدوران. اصلا انت عيلتك مين هي لحتى تكوني شي منيح؟ ولا لانك لبستي لك كم فستان مرتبين هلا فكرتي حالك بتصيري خانم يا صغيرة؟
مسكينة كتير على سفالي، نفسك اللي عم شم ريحته وسخ كتير ومقرف. طلعي فيني. ما بدي شوفك هون ابدا بعد هيك من وشي. الو، بدي حجز لعشر اشخاص على الساعة 2، والطاولة تكون بالقسم دي بالذات لو سمحتي. طيب، شكرا كثير لك. ماجد بيك مانو فاضي؟ ما ماجد بيك باجتماع ليلى. طيب، شكرا كثير يا حب. ألو، مرحبا. ممكن أحجز طاولة عندكم لشخصين على الساعة 2 لو سمحتي يا مزوقة، وتكون بالقسم دي لو سمحتي. لسليم دمرخان الحجز. تمام، شكرا كتير. أنا مين؟ ما هيك فايزة خانو؟ رح أرجيكي مين. مشغول سليم بيك؟ تفضلي فوتي. جاية بدي اقول لك شي مهم. مشان العشاء تبعنا ممكن يصير غدا بيزبط؟ شو المشكلة؟ بالحقيقة شو بدي اقول مو عرفانة، بس امي ما سمحت لي اليوم انه ابقى كتير برات البيت، يعني الامور بالبيت متوترة شوي، واذا بتأخر بدي ساوي مشاكل. ما زعلت انت ما هيك؟ لا. طيب، بنعمله غدا، بس بتوعديني مرة تانية إنه نطلع نتعشى. اليوم الساعة 2؟ ممتاز. تمام، معناها لوقتها بشوفك. رح يكون غدا حماسي ومميز. آسيا، لو سمحتي استني شوي. ممكن أحكي معك؟ اسمعي. كأنه كبران بطنك. كيفه ابني؟ منيح؟ مناح شكلكم. آسيا، اسمعي شو بدي أقول. ضروري نحنا نصير لحالنا ببيت. ايه، وبيكبر ابننا ببيته. طيب، اذا بدك امي ما تجي لعنا ما تجي بلاها. شو؟ بوعدك آسيا، انا بوعدك، منفتح صفحة جديدة وعيلة حلوة منصير. ايه، ما رح اتدخل فيكي ابدا، وكل شي رح يكون مثل اوامرك. عقلت بقى يا بنت انا، يعني من غيرك الأمور مو حلوة وتقيلة، ولسه حابب إنه أنا وابني سوا نلعب. يا آسيا، عم بحلم أحلام كتير حلوة. أحكي قولي. مثل ما كان عندي أحلامي كمان. إيه، طيب منبلش من الأول. لك وصلنا للنهاية. نهاية شو آسيا؟ شو عم تحكي؟ بدي اتطلق منك، مفهوم؟ طلاق شو هاد؟ يعني لشو؟ ما بصدق. آسيا، فينا نكون مبسوطين والله العظيم بعيوني،
أنا وعدتك إنه ما عاد أتدخل فيكي ولا أمي بتتدخل بقى. آسيا آسيا بس رح كون طيب ورجال منيح مشانك أنتي لو سمحتي ما تبعدي عني. كمال بكيتني دم وترجيتك كتير ما تعمل فيني هيك ما شفقت علي. ندمان من قلبي ندمان كتير ندمان. كمان أنا ندمانة كمال بس لأني تزوجت من رجال اغتصبني بيوم وما رحمني أبدا. لك أنا وإنت ما منزبط إنت بشع كمال الخير اللي عندك غلط والصح اللي عندك لعي. لك أنا لشو صدقتك ما بعرف والخرابة اللي دخلتني معك عليها بتشهد على اللي عملته. آسيا سامحيني رح كون بني آدم ما بسامحك لموت. آسيا آسيا لو سمحتي خليكي شوي واسمعي بدي كون زلمة بوعدك. أصحك تلمسني بعد اليوم كمال أصحك. آسيا اسمعيني امبارح انبسطوا فيك كتير وبصوتك وطلبوا نحدد لهم يوم تاني. المهم المصاري صاروا بحسابي؟ يعني بفهم انك محتاج المصاري عاصي؟ ايه عندي دفع بعد كم يوم. حسابك في مبلغ كبير اصلا. مرحبا انا بكرت بالجاي؟ لا انا جاهز حبيبتي. اهلا وسهلا آسيا كيفك ها؟ شكرا انا منيحة. عفوا الو ايه انا آسيا إذا بتحبي فكري بالموضوع. فكرت والله كتير بدي هالزواج ينتهي تماماً من حياتي وأخلص. تعال نروح عند المحامي نشوفه. طيب الله معك. ردة فعلهم كانت إيجابية كتير على الخطة الإنتاجية. برأيي فينا نطبق هلأ نفس الخطة بالورشات التانية كمان. يعني لشو كل هالضغط ماجد؟ برأيي تروّى شوي. ديوني مكومة جواد. ايه بس ما عنا مشكلة مع البنوك يعني وبالأخير رح ندفع لهم. عم توتر حالك لشو؟ البنوك ما لها مشكلتي جواد مشكلتي بنيفين بدي ادفع لها ديونة بأسرع وقت ممكن. مزبوط هالكلام بس نيفين مو مبينة لهلأ بنوب. والله استفقدنا واشتقنا كتير لكل فصول يلي بتساويها فينا مو هيك؟ ما بظن انه حسها يطلع بهالكم يوم وهالمرة بتمنى تكون فهمت منيح اللي قصدته بكلامي. ماجد مجرد حلم انتهى. ماجد حتى ما أنا شايفك ولا سائل عنك. ناريمان صارت هي همه الوحيد. هالحقيرة طول مو موجودة انت اي شي بتقولي وبتطلبي منه مرفوض. ناريمان صارت هي همه الوحيد. ماجد ما عاد بحياتك. نيفين دمير خان معك. ليك في موضوع مهم كتير ضروري إنه نحكيه سوا. أوه ناريمان لو تعرفي الخبرية اللي سمعتها والله 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 قملة يعني بصراحة ارتحت لما سمعت. شو الموضوع احكي خلصيني. اسمعوا شو رح أقول. خبر مهم. آسيا لتكون رجعت على بيت هدى خان ومعقول؟ شو معترة هالبنت؟
مشان الولد اللي ببطنها رضيت بقدرها خلص. بس هيك ما بيصير، لازم هي تقاوم أكتر. كل شي بدها تضل عم تقول عليه حاضر. ناريمان انت شو عم تحكي؟ يعني مفكرة القصة بهالسهولة مو هيك؟ لكن يضلوا عم يزلوها أحسن؟ يي لك شبه؟ يعني طلع من بيت حماها سهلة؟ يا جماعة اسمعوني عمتي، إذا آسيا بتنفض من هدى خانم وابنها بتكون ذكية. آسيا بدها تطلقه. آه شو عم تقولي؟ إيه هي وعاصي راحوا لعند المحامي مشان هالشغلة. يا عيني على آسيا، هالشي هو الحل. زهرة بتكون رح تموت من زعلها ومقهورة، أعوذ بالله من هالقصة. بس شلون هالخبر؟ قنبلة ما هيك؟ فخرية أنا وما جدت صافينا، وهلأ ما عادت الغيرة تفرقنا وضمينا بعضنا بحب كمان. لا تمزحي، أنت إمتى طلعتي يعني؟ ما طلعت أنا من البيت، ماجد هو اللي إجا لعندي عالبيت عودتي كمان. فخرية بتتصوري الموضوع؟ ماجد كان بغرفتي وعم نحضن بعضنا. شكلك عم تسلبية كأنه. لا ما عم تسلبية كأنه. يلا تعي. أنا بشكرك لأنه سامحتيني ميرفت. بتسلم عليكي أمي وحابة إنها تشوفك اليوم أو بكرة، إمتى ما بدك فيك تروحي تشوفيها طبعاً إذا بدك، وإذا مو جاي على بالك تروحي مو مشكلة. منروح يعني خلص. شو فرحت لما شفت المحبس بإيدك، ما عاد نشلحهم مرة تانية مو ميرفت؟ بنوب نساوي عرس ولا كتب كتاب؟ ما فارقة معي. برأيي نعملوا عرس، طبل وزمر ورقص وبننبسط بالسهرة، هيك على القليلة منتجوز بفرحة. ممكن. وهويتك معك هلأ ميرفت؟ ايه. والمفاجأة اللي على التليفون خبرتك عنها رح أقولها اليوم، جاهزة تسمعي؟ ما بدي نطول أكتر بقى، أنا بدي نكتب كتابنا ونتجوز بأسبوع إذا أنت كمان بدك طبعاً. ليش عم نستنى أنا وياكي؟ مو حابة إنه نتجوز بقى؟ إيه. وبهالحالة أنا رح بلش بإجراءات كتب الكتاب فوراً. رح تصيري مرتي عن قريب يعني. بس لازم أمشي، ما عاد فيني طول. شوفك بعدين. طيب بشوفك. ميرفت شو ما رح تعطيني هويتك؟ وبطريقك اليوم تصوري كم صورة لكان، وأنا بمر لعند المصور وباخده. طيب بروح بشوفها. يلا امشي. ليكني لاحقك. دخلك شو صار بخطبة ميرفت؟ والله ما بعرف. شلون الشغل عند المعلم جمال؟ ايه يعني ماشي الحال الحمد لله. اختي ميرفت. قلبي شو حابة اطلع لورا، بس لوين وعلى مين؟ ما في حدا وراك تطلع على ابنه، والصوت اللي عم بيناديك تجاهله، هذا هو العشق اللي تمنيته كل حياتك يا قلبي. يا قلبي هو صار حلم بعيد عنك كثير اليوم، انت بنظره مثل ما عم يقول. اختي ميرفت. معناتها بدكم تتغدوا لحالكم بس يا قطة. يسلم لي هالقمر. ايه حبيبتي جاهزة؟ جاهزة جاهزة جاية فورا. لا تطولي بالكتابة بتتأخري بعدين. شلون طالعة؟ حلوة وبتاخدي العقل. يلا
ناريمان، بدي أحكي معك. يا حب، بدي روح بقى، متأخرة على الدوام. وأنت هلأ الله يكون معك بصبرك. الله بابا، بعتذر إني خبيت عنك. أصلاً أنا المفروض إنه أقول هالحكي إلك من أول يوم، بس اللي خبيتي عني هو اللي وصلنا لهون، واللي راح تقولي اليوم ما بيمسح أخطاء مبارح. وإذا بتحبي تبدي من هلأ، أنا بكون مبسوط كتير كمان. من زمان في مسافة بيناتنا، مزبوط؟ أنتوا بتسموا هالشي كبر ونضوج، بس جيلنا بيطول باله. بابا، بس العشق هو اللي كان ذنبي الوحيد معك. ناريمان، بنتي الصدق هو أهم شيء. بدي أمشي، تأخرت شوي. شوفي، إذا زعلتي مني وإذا مشيتي طريق الألف ميل، كوني واثقة إنه رح ترجعي لعند أبوكي بالأخير. فايزة حبيبتي، عملتي عيني العقل بجماعتك إلنا اليوم. أصلاً المفروض نلتقي الأسبوع الجاي حبيبتي، بس ألماس خانم مسافرة لبرا البلد ونحن مديونين إلها بهالجمعة. ألماس خانم بدها تسافر على إيطاليا؟ لا تذكريني حبيبتي، أنور ونوها أصروا كتير علي وما قدرت خجلهم. بدنا نطلع جولة سياحية باليخت، ونوها هي اللي حجزت كل شيء، مو حلوة إنه أرفض بقى. شو نيالك؟ إيطاليا. ايه عجبك؟ هاد سليم بيك مزبوط؟ لكن مين هي اللي معه؟ حبيباتي؟ شو عم تحكوا بالهمس مشان ما اسمع؟ فايزة خانم، اللي على الطاولة هديك زوجك سليم بيك، ما هيك؟ تعرفي مين هالصبية اللي معه؟ تعرفيها؟ ما بعرف. نيفين كانت عم تحكي إنك مديون إلها. لا تعصب، أنا عم بسأل مو أكتر، مجرد فضول. إيه مزبوط، بابا ما عاد مديون للشركة، بس أنس أخذ من نيفين 10 مليون دولار لما خطفني. لو أنت فيك تدفع هالمبلغ؟ عم اشتغل من شانه. شان نيفين شو ناوي تساوي؟ أنا صرت خايفة كتير تضل هاي البنت بحياتنا على طول. ماجد، ما بعرف، منعيش ومنشوف. سليم بيك، حاسة حالي طايرة من الفرح لأني معك اليوم. وأنا ليلى، على فكرة أنت الوحيدة اللي رجعتي لي الابتسامة، ذكرتيني بشي نسيانه من الولدنة. يلي نسيته بالولدنة، أنا ما مرقت فيه أبداً.
شو هي؟ هي هدية حلوة إليك. حلوة بتجنن. عجبتك؟ معلوم، لكن لبسني إياها إذا سمحت. فايزة خانم؟ فايزة؟ أنت كتير رخيص يا سليم. اسمعي، نحن قاعدين بس. ما تفتحي تمك، وحدة وسخة. هذا تمنك، مو أكتر من هيك. فايزة لو سمحتي، احمد ربك إنه رفقاتي موجودين، وإلا كنت شفت كيف رح أمسح فيكم الأراضي. سليم ديمرخان. أنت انتهيت هلأ من حياتي. سليم بيك، مو قصدي والله. مو مشكلة، انت شو دخلك؟ مو مشكلة حبيباتي، هاي الأنسة ممثلة للشركات مهمة كتير بالبلدان اللي برا، اصلا كمان انا ملتقية فيها اكتر من مرة. كذابة مبينة ليكي جوزة عم مثل ما قلتي. بعرف بصراحة أنا ما كنت أتوقع منه هذا الشيء. نيفين خانم، بصراحة في شيء لازم أعترف لك فيه اليوم بقى. أنا الحقيقة أول لحظة التقينا فيها عرفت إني رح أرجع ألتقي فيكي مرة تانية بيوم. والله بجد؟ كيف عرفت هالشي؟ من النظرات، من نظرات حضرتك نيفين خانم. نظراتك كتير عميقة عم القدر، عن جد. كتير غامضة، بس حاسسة أنا. بتذكرني بالعيون يلي بشوفهم كل يوم الصبح بالمراية لما فيق من النوم. انسي، بالنهاية ما التقينا لحتى نحكي عن عيوني، ما هيك؟ عم بسمع، تفضلي. الموضوع اني بحاجة لمساعدتك إلي، في شوية خطورة، مجازفة يعني. بينجو. هدول الشغلتين هنن شغلي بقى. جوات محابسنا مو مكتوبة أسماءنا، ليش؟ في شي أحلى مكتوب جوا، ما عجبك بالله؟ عجبني.
سوا لآخر حياتنا. سوا لآخر حياتنا. بدي شوف هالعيون المليانين أمل على طول. إيه؟ لموت رح ضل معك. كمان أنا. ممكن تقلي لي بقى نيفين خانوم شو المطلوب مني؟ وبكل وضوح. أنا بدي تموت ناريمان. أنا كل شروطك قبلاني فيها. هون موجودة صورتها وعنوان البيت اللي ساكنة فيه. أنا بفضل ما تخبرني الزمان والمكان أنت حيكون. يعني بتمنى ما تتأخروا بس. خوفتيني نيفين خانوم. بظن انك فهمتيني غلط. انا ماني رجل مافيا. انا رجل اعمال بس. رجل اعمال؟ رجل اعمال يعني ما بقتل حدا. بشتري وببيع مصاري لقمتي من تعبي. كريم ارجي اوغلو له قصه تانية تفرق عن اللي طالبتي انتي. أخذ مني مصاري بعدين تناسى يرجع لي اياهم. كنت رايد حصل حقي لهيك خطفت الابن وما أذيته. أنا السرائين ما بحبهم. إحساسي بيقلي إنه عندك حدا بيملك الإمكانية ليساعدني بهالطلب. شو عملت ناريمان حتى نويتي تقضي على حياتها؟ خبريني. هالبنت سرقت مستقبلي. هلأ فهمت. هالمرة مو نفس طريقة الدفع. بنصحك إنه تفكري بطريقة مختلفة تماماً.
أنت تأخرت حبيبي، يمكن شوي التهينا زيادة بعد ما أكلنا. بهالسرعة مليتي مني؟ لا طبعاً ما مليت. ناريمان، صار لازم تحكي عن علاقتنا لأهلك. ليش ما عم تحكي له؟ لازم أبوك يدري. لسه فينا ننتظر شوي. إذا بقيتي مترددة كل الوقت، برأيي هديك اللحظة بحياتها ما رح تجي. بابا كتير صعب إقناعه. ما رح تقدري تقنعيه برأيي، مثل أهلي كمان. شايف لك رح نضل لحالنا. يمكن. مو لبسنا هدول المحابس؟ بدي نتزوج، أنا ما فيني أتحمل. بدي أتصبح بوشك الحلو كل يوم ناريمان.